تعالوا دلوقتي نروح لزميلنا فاروق صلاح من تونس ونعرف اخر الاجواء عنده ايه. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وبإذن الله يوم سعيد يكون على كل جماهير النادي الأهلي وعلى لاعبي النادي الأهلي. طبعا مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، احنا موجودين هنا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي. يعني في هذه الأثناء مستر بيتسو موسيماني بيعقد المحاضرة الفنية قبل التوجه إلى ملعب رادس الأولمبي اللي هيستضيف أحداث اللقاء. طبعا في المحاضرة الفنية بيتكلم مع اللاعبين ويعلن من خلاله التشكيل. خليني أقول لك إن بالأمس كان المران الرئيسي للنادي الأهلي على ملعب برادس شاهد يعني حاله من النديه والجديه ما بين اللاعبين، الجميع بيتسابق لنيل ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي لهذا اللقاء. الامر بيضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره من حاله الجاهزيه اللي عليها كل اللاعبين. ما شاء الله ان شاء الله اي 11 لاعب هيكون موجودين في الملعب. مستر بيتسو موسيماني قال في المؤتمر الصحفي انا بثق في اي 11 لاعب. طبعا كان سئل من جانب بعض الاوساط في جنوب في تونس عن اصابه محمد مجدي قفشه وهل هيكون موجود ولا لا، قال احنا بنكسب باي 11 لاعب، انا بثق في فريق النادي الاهلي في ال 11 لاعب وعندنا طموح ان احنا نحقق البطوله العشرة، وبحترم فريق الترجي التونسي. ايضا معين الشعباني قال ان هي مواجهه صعبه جدا ما بين الاهلي والترجي التونسي، كل فريق طموحه ان هو يحقق البطوله، والاثنين كانوا اخر بطلين للنسختين، نسخه 2020 النادي الاهلي و 2019. لكن من يعني من اقرب الاوساط يا كابتن ايمن قدرنا يعني نتحصل على التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي لهذا اللقاء. هيبقى معز بن شريفيه في حراسه المرمى، قدامه خليل شمام وعبد القادر بدران في اليمين، حمد النجاز في الشمال، الياس شتي في نص الملعب هيلعب بثلاثه، اللاعب كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بالغيث، قدامهم ثلاثه انيس البدري وخالد عبد الباسط وحمدي الهوني. من المقرر ايضا يا كابتن ايمن ان النادي الاهلي هيكون ظهوره بالزي الازرق، بينما فريق الترجي هيكون بالزي الاحمر في الاصفر. طبعا اللقاء هيديره تحكيميا طاقم تحكيم بقياده الجنوب افريقي فيكتور جوميز، هيعاونه ايضا مساعد اول من جنوب افريقيا زوسي سويلا، والمساعد الثاني من لسوتو فاتسواني، والحكم الرابع مارتينيز رودريجو، وعلى تقنيه الفار هو الحكم الزامبي سيكازوي. دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس من هنا قبل الانطلاق. خلال لحظات هيكون تحرك فريق النادي الاهلي يا كابتن ايمن الى ملعب المباراه. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، ويرجع الى القاهره ان شاء الله مقلل بنتيجه ايجابيه وبالانتصار ان شاء الله، ومن ثم ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه العوده والصعود الى المباراه النهائيه وتحقيق البطوله العشرة بمشيئه الله. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن.